تقول هل صلاه ركعتين بعد الطواف خلف المقام سنه؟ نعم، صلاه ركعتين بعد الطواف، ركعتي الطواف عند المقام اذا امكن سنه، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله تعالى: اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله، لما فرغ من الطواف أتى إلى المقام ووقف عنده واستقبل الكعبة وصلى ركعتين الطواف.